مرحبا، اليوم الفيديو مالتنا اسمه Q&A Question and Answer. رح نجاوب على أسئلة المتابعين، مو كلها، جزء منها. إن شاء الله ينال إعجابكم. وصلنا السؤال من خلود. خلود من العراق تسأل: أستاذة إيناس صباح الخير، ممكن استفسار صغير لو سمحتي؟ عايزة أعرف نوع الألوان المستخدمة في الرسم على البورسلين أو الفخار أو الزجاج، وسعرها لو تكرمتي، وشكرا مقدما. أوكي، الآن إجانا هذا السؤال، تريد تعرف الألوان المستخدمة على الزجاج والبورسلين والفخار. هلأ لأن المواد مختلفة راح تكون الألوان أيضا مختلفة. للبورسلين أي شيء تستعمليه راح يدخل بالمطبخ، راح نستعمله بالمطبخ، يحتاج له ألوان خاصة. هذه الألوان موجودة عند شركة بيبيو، لازم يكون مكتوب عليها رقم 160. هذه الألوان اللي لازم تشتريها اللي اسمها الفيتريا، فيتريا 160. لما يكون مكتوب 160، هذه الألوان اللي تستخدميها بالرسم على البورسلان والزجاج اللي راح تستعمليه بالفرن. شنو يعني 160؟ 160 هي درجة حرارة الفرن، لأن هاي الألوان راح تدخل فرن، لازم نطبخها بالفرن على متثبت الألوان، وما تروح لما تستعمليها بالاستعمال اليومي وبالغسل. بالنسبة للرسم على الزجاج، الألوان العادية الفيتريا، هذولا ألوان رسم على الزجاج، مو شرط يكون مكتوب عليها 160. هسه بهاي الفيتريال أكو نوعين من الألوان، أكو الترانسبيرنت. الترانسبيرنت معناتها الشفافة اللي تلالي لما تحطيها عند الشباك، تلالي. وأكو الأوباك. الأوباك هذي ما تلالي، تكون قوية، تكون الألوان غامقة. أتمنى يكون هذا الجواب واضح لخلود. نروح للسؤال الثاني. علي جدوع العبدلي سألني سؤال طريف، يقول لي: أنت بكندا والمعرض المشتركة بيه بكندا، إحنا بالعراق، شنو رح نستفاد من هذا المعرض؟ سؤالك حلو، لكن بنفس الوقت الفكرة من هذا الموضوع أنه أشارككم الأشياء اللي دامر بيها، وأي أغلاط أمر بيها خلال هذا المعرض، أو أي تحديات تواجهني وشلون أحلها، حابة أشاركها على مدة عم الفائدة للجميع. يعني لابد أنتم هم بالعراق تشاركون بمعرض، فعلى مود النصائح اللي نقدمها من المشاركة بهذا المعرض تعم الفائدة لكم أيضا. أتمنى يكون الجواب كافي. الآن السؤال اللي بعده، أم محمد علي الكروي: السلام عليكم عزيزتي إيناس، أكو بيع لهاي الزجاجات الحلوة تستعمليها؟ مع الأسف شحن للعراق جدا بصعوبة، لأنه ما بيها تأمين. القطع الزجاج اللي نشتغل عليها نشحن داخل كندا فقط. ميار تسأل: من فضلك ممكن أعرف نوع الألوان اللي حضرتك تستخدميها للرسم على السيراميك؟ أتصور جاوبنا على هذا السؤال: السيراميك، البورسلان، الفخار، الزجاج، الخشب إلى آخره. الآن عندنا سؤال آخر من ميلين أحمد: مرحبا حبيبتي، أنا عندي، أنتي عندك دورة تعلمين الرسم على الزجاج؟ أنا كلش حابة، وش قد أدور على ناس تسوي دورات تعليمية، مدى ألقي، بس شفت فيديوهاتك على اليوتيوب وكلش حبيتها، يا ريت تنطيني دورة وتعلميني. بصراحة هواية إجانا هذا السؤال إذا عندنا دورات تعليمية حتى لو أونلاين. مع الأسف ما عندنا دورات تعليمية، لكن فقط كل اللي أقول لكم إياه تابعوا قناتي، وانتوا راح تتعلموا بطريقة جدا بسيطة للمبتدئين جدا، وحتى للأدفانس راح ياخذوا نصائح أوريدي نقدم هواية. وعندي على قناتي تقريبا أكثر من 300 فيديو مواضيعها كلها عن الرسم على الزجاج، فراح تفيدكم. وإن شاء الله يعني مو غلط أنه نسوي دورات أونلاين، إن شاء الله يوم من الأيام نعلن عنها ونسويها. الآن نروح إلى سهير. سهير حبوب. سهير حبوب تقول لي: أنا سهير من لبنان، أرسم على الزجاج، ممكن نتواصل؟ وشكرا إليك. طبعا ممكن نتواصل، وهياتنا تواصلنا. أهلا بيك سهير، وإحنا جاهزين للرد على أي تساؤل. الآن عندنا محمد أكرم.
بعد التحية والسلام إلى الأخت العزيزة الفنانة ست إيناس، أنا من محافظة السليمانية، اسمي محمود، محمود أكرم علي، معاون مدير. أحب مهنة الرسم على الخشب والزجاج، أمارس فقط عند وقت الفراغ، وأتابع الصفحة دائما وآخر الأخبار وآخر أخبار الرسم. لقد رسمت لوحة بغداديات، وأرغب في معرفة النقد على اللوحة وتثمين سعر اللوحة، علما أن اللوحة قياس 78x122، وأرغب في بيع اللوحة ولا أعرف قيمتها، وأتشرف في زيارتك إلى محافظة السليمانية، وأبواب منزلنا مفتوحة إلى حضرتك، وعندي مجموعة من اللوحات أيضا، وأخيرا تحياتي إلى حضرتك. أوكي، هلا أهلا وسهلا بك سيد محمود، شكرا للتواصل. بالنسبة إلى تسعير العمل الفني، بصراحة هواي جتنا أسئلة إنه شلون أسعر العمل الفني مالتي. أنا بهالمجال اللي أكثر من 23 سنة، فهذه الخبرة رح أشارككم بها الآن بدقائق، هي ثمنها عشرات السنين، ما جتي بسهولة. لما تيجين تثمنين العمل مالتج، تشوفين إيش قد سعر المواد، المواد تجيبين ورقة وقلم، ورقة وقلم، وتحسبين إيش قد حطيتي مواد. أنا اليوم حطيت هذا الأوتلاين 3-4 من عنده، أحسب كل واحد بعشرة دولار، أحسب كم علبة لون كلفتني، وكم إيش قد من العلبة نفسها تكلفت، فأحاول أقسم. قولي أنا المواد اللي حطيتها على هاي اللوحة $50، زين اللوحة الزجاج الفريم قولي إيش قد كلفت، قولي فت $50 أيضا، هاي بس $100 مواد ماتيريال. الآن أجي أحسب ساعات العمل، كم ساعة أخذتك هذه اللوحة؟ أنا دائما أحط بالورقة والقلم إيش قد أخذتني ساعات عمل، هل هي أخذتني 10 دقائق، 20 دقيقة، ساعة عمل، 4 ساعات عمل؟ ما يصير أقول أيام، لا، لأنه الإنسان يكون عند التزامات أخرى. ساعات العمل فقط تحسبيها، ساعة أو ساعتين، ورا هذا الشيء أنت تقدرين إيش قد تريدين تكون ساعة العمل مالتك، إيش قد أنت تقولي هل تسوى $10، $100، $200، whatever، حسب أنت شنو تنطين الساعة العمل مالتك. بس نصيحتي لكم، لأن أنتوا بالبداية ابدوا بساعات العمل مالتكم قليلة شوي، لما تبني لك اسم وتكون اللوحة اللي أنت مشتغلتها worth it، والناس تنتظر آخر إنتاج وآخر لوحة أنت مشتغلتيها، بذاك الوقت علي السعر. كليتنا بدينا بأسعار بسيطة جدا، وما لا يفوتني أن أذكر لكم إيش قد مهم الدونيشن بهذا الموضوع أو التبرع. ضروري جدا تتبرعوا بأعمالكم بالبداية إلى أن تبنوا لكم اسم. تبرعي المستشفى، تبرعي المدرسة، تبرعي للمحكمة، تبرعي للفندق، تبرعوا، تبرعوا بأعمالكم، راووا الناس، راووا الكوميونيتي شغلكم، وبعد هذا رح يجون هم يدورون عليكم. تحياتي لكم. الآن انتهى الفيديو مالتنا، اللي أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا عندكم أي تساؤل ابعثوا لي اسمكم ومن أي بلد أنتوا في أي بلد أنتوا عايشين، والسؤال مالتكم بكل وضوح، وإن شاء الله أجاوب عليه بالفيديوهات القادمة. شكرا لكم وشكرا لمتابعة قناتي.